الدخان الذي يطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، القنابل الدخانية التي تشاهدونها الآن في الصورة هي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام، وهو يطلقها فعليا على المنطقة الفاصلة بين مخيم جنين ومدينة جنين، لأن جيش الاحتلال يقوم بنشر القناصة ونقل الجنود من مكان إلى آخر، وبالتالي يقوم بإطلاق قنابل دخانية للتغطية على تحركات الجنود لكي لا يراهم المقاتلون الفلسطينيون ويستهدفوهم بالرصاص. وكما تشاهدون أيضا هنادي في الصورة، الكهرباء قطعت بشكل كامل عن مخيم جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام الذي استهدفت فيه تخريب وتدمير البنية التحتية، دمرت الشوارع في محيط مخيم جنين وقطعت الكهرباء عن المخيم. كما تشاهدون في الصورة، المخيم الآن مظلم، لا نرى في الصورة سوى أعمدة الدخان التي يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي لكي يتنقل جنوده من مكان إلى آخر على أطراف المخيم. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم اقتحمت أيضا الحي الشرقي في مدينة جنين، وقامت بعمليات تدمير وتخريب واسعة للبنية التحتية في الحي الشرقي، وهناك اعتدت على مسعف فلسطيني بالضرب المبرح قبل أن تقوم باعتقاله من الحي الشرقي في مدينة جنين. ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في عدة بنايات في محيط مخيم جنين، وتحديدا البنايات العالية المطلة على المخيم والمنطقة التي تفصل المخيم التي تشاهدونها في الصورة التي تفصل المخيم عن المدينة، انتشار للقناصة على أسطح البنايات العالية وأيضا داخل المباني السكنية في منازل المواطنين الفلسطينيين الذين يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غرفة واحدة ويستولي على منازلهم ويحولها إلى ثكنات عسكرية، ومنها يطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الشبان الفلسطينيين.